في علم الجريمة، دراسة الأسباب التي تؤدي لحدوث الجريمة هو أمر هام جدا في كيفية التعامل معها ومنعها. ظهرت العديد من النظريات على مر السنين، ولا يزال البحث فيها قائما طالما يسعى العلماء خلف أفضل الحلول للحد من مستويات الجريمة وأنواعها. وإليكم نظرة عامة عن بعض النظريات الأساسية. نظرية الخيار العقلاني، حيث يتصرف الناس عامة تبعا لمصلحتهم الشخصية ويقررون ارتكاب الجريمة بعد المقارنة بين المخاطر المحتملة كأن يتم القبض عليهم وعقابهم وبين المنافع التي تعود عليهم. أما نظرية التفكك الاجتماعي، فالبيئة الاجتماعية المحيطة بالشخص مسؤولة بشكل أساسي عن سلوكياته، فمكان ذو بنية اجتماعية منهكة هو أكثر احتمالا لترتفع فيه معدلات الجريمة، مثل حي سكني تنتشر فيه الأبنية المهجورة وتقل فيه المدارس وترتفع فيه معدلات البطالة. ونظرية الإجهاد، حيث يتشابه معظم الناس في طموحاتهم إلا أنهم لا يمتلكون نفس القدرات والفرص لتحقيقها، لذلك عندما يفشل البعض في تحقيق النتائج المرجوة منهم عبر الوسائل المشروعة سيلجؤون إلى الأساليب الملتوية لتحقيق النجاح. ولدينا نظرية التعلم الاجتماعي، حيث يكتسب الناس الحافز والمهارة لارتكاب الجريمة من خلال اختلاطهم مع أفراد يحملون الثقافة الإجرامية. ونظرية الرقابة الاجتماعية، أنه قد يرتكب معظم الناس الجرائم عند غياب الرقابة المفروضة على الأفراد من مؤسسات مجتمعية كالمدارس وأماكن العمل والعبادة والقيم الأسرية. أما نظرية الوصم، فيحدد الأفراد في موقع السلطة الفعل الذي يعد جريمة والذي يجعل ممن يرتكبه مجرما. وعندما يوصم شخص بأنه مجرم، فإن المجتمع يسلبه فرصة من فرص الاستقامة، وذلك يقوده في النهاية إلى المزيد من السلوكيات المنحرفة. والأحياء الوراثة والتطور، سوء التغذية، المرض العقلي، الخلل في كيميائية الدماغ، وحتى التطور قد يقدم تفسيرا للسلوك الإجرامي. وفي النهاية لا شيء يبرر الجريمة، والشيء الوحيد الذي يمنعنا من أن نصل إلى ذلك الحد هو الوعي والأخلاق.